خليفه، هل عايز تكلمني على صفقات بيراميدز دلوقتي ولا تتكلم على زيد الاول؟ هناخد لعيب يعتبر من بيراميدز راح زيد اللي هو محمود صابر. بما ان محمود شاكر كان بيتكلم على امام عاشور، ففي محمود صابر من اللعيبه اللي انت كنت كتير تستغرب ما ياخدش فرصه مع بيراميدز. تعالى اوريك. طبعا هو بعد جونه الشهير جدا في المغرب مع المنتخب الاولمبي خد مباراتين مع بيراميدز لعبهم بشكل كويس. تعالى هنا نشوف. لا ده كده احنا جينا لصديق اجوله تاني. احنا عايزين نخلص صديق اجوله. احنا عايزين نروح بالمناسبه قبل ما يعدلوا ده. محمود طبعا. محمود صابر بشهاده مدربينه واللعيبه اللي لعبوا معاه، خلاص يا جماعه ده بقى، وهاتوا محمود صابر على طول اقفلوا ده. احنا عرضنا ده اساسا. نتكلم على محمود هنا برده. مازال خلينا نتكلم ان محمود صابر فرصه كبيره ليه الموسم ده يلعب. كنت لسه، بس انا اسف اقول لك انه واحد من افضل المسددين في التكنيك بتاع التسديد بتاعه. انا عايز اقول لك ان يعني هو الكلام كتير جدا على امام. محمود صابر كتسديد ممكن كمان يتفوق على امام. هو امام ممكن يتفوق في كل عناصر خط الوسط التاني، مراوغات والتمرير. ممكن محمود صابر ما اظهرش قدرات كبيره جدا من الحفاظ بالكوره، وعدد المباريات اللي شارك فيها مش زي امام عاشور. هو بس هو بيشوط افضل جدا، يمكن انا بعتبره افضل مسدد حالي موجود في الدوري المصري. ده حقيقي. يعني امام طبعا خد الشهره اكبر لانه لاعب اكتر، ولكن محمود صابر بيسدد افضل. ولكن طبعا امام ممكن بيتفوق في كل عناصر التانية اللي هي المراوغات وكده. محمود ما اظهرش حتى مع المنتخب الاولمبي نقط تانيه جنب التسديد. انا اعتقد ان موسم كامل من اللعب منتظم في زد، هو يركب في زد مستريح في خط وسط زد، هيظهر بقى محمود صابر. تعال نشوف بس يعني شاء هي لقطات ان شاء الله يلحقوها. تمام ان شاء الله يلحقوها. هي عموما خلينا نقول عشان لو ما اتلحقتش، هو في مباراه طلائع الجيش سجل، مباراه الاهلي سدد ثلاث كرات على المرمى، يعني ثلاث محاولات. ده كتير جدا ان انت كلاعب وسط سدد ثلاث محاولات على المرمى. منهم الكره اللي جت في القائم المشهوره جدا، ودي كره ثانيه اللي جت بعديها حتى هو مش معدول دايما خيار الشوط، الكره اللي تسببت في الهدف اللي هو سددها ووقعت من الشناوي ويكملها مصطفى فتحي. ده ثلاث تسديدات في لقاء واحد. غير كده لقاء طلائع الجيش سجل هدف، هو على طول بيسدد. يعني دايما الاوبشن بتاعه تسديد تسديد تسديد. ممكن يحتاج، ده كان مع المنتخب الاولمبي، ممكن يحتاج الظبط ما بين امتى يسدد وامتى يحتفظ وينقل. هي دي اللي محتاج فيها محمود صابر. نكتفي كده بمحمود صابر لان من اللعيبه. ينفع في دقيقتين تكلمني على بيراميدز؟ بيراميدز نتكلم دايما ان بيراميدز تاريخيا في الدوري من ساعه ما الانشاء الثاني لبيراميدز 2018 2019 عمره ما كان الدفاع الافضل في الدوري. دايما الدفاع الثالث. ودايما الدوري المصري اخر 25 سنه في ثلاث مرات فقط اللي ما كانش دفاعه افضل خد الدوري، انما اللي ما كانش هجومه افضل خد الدوري في 12 مره. فدايما مفتاح الدوري المصري انت بتملك الدفاع الافضل. بيراميدز السنه دي خلينا ده كان شرح ان بيراميدز دايما يعتبر ترتيبه حتى هجوميا قريب، ولكن دفاعيا دايما رقم ثلاثه. ننط من دي شويه ونيجي بقى هو جاب مين. مع صفقات بيراميدز اللي فيها تميز هجومي، ولكن دعم في رايي انا محمود مرعي و مهند لاشين، صفقتين الاثنين كبار جدا في الناحيه الدفاعيه. محمود مرعي لعيب كويس جدا بالكوره، فيساعد بيراميدز في الخروج بالكوره وفي نفس الوقت مدافع جيد. مهند لاشين هتيجي اقول لك مثلا مهند لعيب مميز جدا في التمرير، دي لقطات محمود مرعي المشاهدين دي يشوفوها واحنا بنتكلم عليه، هتلاقيه مدافع جيد. بس خلينا نقول عشان اخلص وقتي في دقيقه، ليه مهند لاشين اضافه؟ بيراميدز عنده لعيب مثلا وسط من افضل لعيب الوسط في والكوره معاه. تمام؟ تراوري اكيد. تمام. بلاتي توري لعيب مميز جدا، ولكن ينقصه دايما التدخلات الدفاعيه. وسط بيراميدز في كتير جدا لما بيلعب مثلا الزمالك الاهلي بتحس ان باتشيكو كان مهموم ان يحط عناصر عشان كده لعب احمد توفيق النهارده بالظبط. ولكن هو عنده مهند مميز جدا في الاستحواذ على الكوره. يعني زي ما هو مميز في انه يرسل كرات طويله اللي هي مميز فيها جدا بلاتي توري، ولكن مهند من اللعيبه اللي عينهم جيده جدا على الكوره وبيقدر يقطع الكرات بشكل كبير جدا. فانا اعتقد ان مرعي مع مهند لاشين هيعملوا البيراميدز الصلابه اللي بيبحث عنه الفريق اللي بيدور على بطوله.